مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعمي قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي كيف تنزل معلومات الأكاونت الخاص فيك، الحساب تبع فورتنايت وكل بيانات عنه الخاصة. لو انسرق لا سمح الله تقدر ترجعه بكل بساطة وبكل سهولة. فإذا أنت أول مرة عندك شاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، حط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس. هي بتكون دعمتني. ولو حابب تدعمني أكثر، كود لأيتم شوب ظاهر أمامكم بالصورة اللي هو مستر شرطة هيرو. فمشاهدة ممتعة ومع بعض. اول شيء انا ليش عملت هالقصة؟ عملت هالقصة لانه كتير في ناس عم يقولوا لي، او واحد من اصدقائي يعني كذا شخص قال لي انه الحساب تبعي مثلا اعطيته لشخص وغير لي كلمة السر تبعه وانسرق من عندي. فهذا الشيء غلط جدا انه انت تعطي حسابك لواحد ما بتعرفه او مو موثوق منه، واخر شيء بياخد منك الجيميل او الحساب اللي انت عامل فيه الايميل كامل وبيغير لك كلمة السر، وهيك بيروح عليك الاكاونت وبتجيب العيد وصباح الخير عليك. فهلا هي القصة انا شو عملتها؟ عملتها انه انت بتنزل كل بيانات الحساب تبعك مشان لو اضطريت تعطيه لاي حدا لاي سبب من الاسباب، بدك تشحن في باكس، ربحت جائزة من شخص غير موثوق، ربحت بمسابقة او سحب جيف اوي كمان من شخص مو موثوق، فهذا الشيء ممكن ياخذ لك حسابك وما عاد يروح، وهيك تجيب العيد وبيروح عليك انت الحساب. فأنا مشان هيك حلمك هاي الطريقة انك تنزل كل معلومات حسابك كلياتهم من اول ما عملت الحساب لاخر يوم الك بالحساب، مشان تعرف كيف ترجع حسابك لو راح، وتكلم الدعم بيطلب منك بعض البيانات، وهي البيانات موجودة بهذا الملف. فاول شيء خلينا نبلش. اول شيء بتفوت على epicgames.com اللي هو موقع ايبك جيمز تبع فورتنايت، بتفوت عليه وبتحط حسابك مثل اي حساب عادي. بس معلومة صغيرة، لازم تكون مفعل مصداقية تانية او 2FA، يلي هي انه انت لما تفتح حسابك بيجيك بريد على الايميل تبعك بيقلك انه هذا الرمز لازم تحطه مشان تقدر تفوت على الايميل تبعك، لازم تكون مفعل هالقصة. اذا ما بتعرفوا بعملكم طريقة شلون بتعملوا التفعيل تبع المصداقية التانية، سهل كتير. فهلا مشان ما نطول بالفيديو خليني بس ورجيكم كيف. بعد ما حطينا الحساب تبعنا فتنا على واجهة ايبك جيمز، شايفين فوق الاسم بتحط كلمة حساب، انا قلبه عربي مشان السهولة. بتفوت على كلمة حساب، انا هذا الحساب عامله شلون ما كان هلأ من شوي، عملته من دقيقة عملته بس مشان اعلمكم كيف عليه، وفعلت عليه المصداقية التانية. بعد ما تحط كلمة حساب او اكاونت يعني، بتنزل لتحت بعد ما تكون فعل الـ 2FA اللي هي التفعيل اللي قلتلكم عليه هلأ من شوي. في تحت هون كلمة account information او معلومات الحساب، مثل ما شايفين عند كلمة معلومات الحساب او الاكاونت انفورميشن مكتوب كلمة كرييت فيل او انشاء ملف. هاي الكلمة بتكبس عليها وبيطلب منك انه انت بيجيك بريد على ايميلك وبتحط عليها كود وبينزل ملف او بتنزل ملف عن طريقه. فخلينا مع بعض ندوس عليها ونشوف شو رح يصير. هلا نعمل كرييت فيل. بعد ما عملنا كرييت فيل بيطلب منك انك انت ترستر الصفحة هلا حاليا، مثل مظاهرين صار ترمادي، فمندوس الريستارت او اعادة يعني الصفحة من اول وجديد، فبتغير عندك الكلام وبصير كلمة داونلود. انت ما بتقدر كل يوم تنزل ملف، كل فترة بتقدر تنزل ملف، فمشان هيك هلأ اعمل هاي القصة بعدين استنى بعدين. فهلأ مثل ما عملنا ريفرش للصفحة بتعمل كلمة داونلود، بتكبس عليها او كلمة تنزيل يعني. بعد ما تكبس كلمة داونلود بيجيك رمز سري او سيكوريتي كود على الحساب تبعك اللي انت حاطط عليه هلأ هاي القصة بدك تعملها. فمع بعض نفتح الايميل، انا عندي على التليفون مثل مظاهر امامكم، فتحت عندي، جتني هاي الرسالة قالوا لي انه هيك هيك الموضوع، وانت طلبت انك انت تنزل ملف او تنزل بيانات الملف تبعك، انه خلص هو بس تحذير هذا الشيء ما في شيء يعني، ظاهرة امامكم الرسالة، فبس هذا تحذير. فانت بترد بتستنى بيبعتوا لك بريد تاني اللي هي بكلمة السر اللي ظاهرة امامكم بالصورة. هلأ بعتوا لي اياها كلمة السر، بتكبسها بتكتبها يعني، كتبناها مع بعض ومنحط متابعة. مثل ما شايفين هون انه لبعد 90 يوم لتقدر تساوي هيك قصة، شايفين هون امامكم انه ملاحظة، بعد 90 يوم تقدر تعمل انشاء ملف تاني، بتعمل داونلود او بتعمل متابعة يعني. بعد ما عملت متابعة بينزل ملف البي دي اف يلي انتو شفتوه هلا هون نزل عندي، انا جهزت لكم ملف بي دي اف جاهز عندي. بس في معلومة صغيرة، لما انت تكبس على ملف البي دي اف بيطلب منك كلمة سر لهذا الملف. كلمة السر لهذا الملف بتجيك لعندك على الايميل كمان، ليك انا هلا وصلتني بهي الدقيقة، بتكتبها، هي مثل مظاهرة امامكم كتير طويلة، بتكتب كلمة السر هي، وبدك تحفظ كلمة السر وبدك تحفظ تبع البريد او هذا البي دي اف اللي اجاك هلا نزل عندك،
بتحفظ هدول التنتين معك بمكان آمن مشان ما ينسرقوا، وهيك انت بيكون عندك كل معلومات الحساب، واذا صار ما صار اي شيء لا سمح الله سرق حسابك وكلمت الدعم الفني بتقدر ترجع حسابك بكل بساطة وبكل سهولة لما يطلبوا هن منك معلومات. فانا هلا رح ورجيكم مثال على ملف PDF على حساب انا عندي لعبان فيه، ورجيكم شو المعلومات اللي فيه. مثل مظاهر امامكم بالصورة شايفين المعلومات اللي فيه، يعني كل شيء معلومات بتخطر عبالك موجودة بهذا PDF اللي هو الملف هلا حاليا نزلوا لي اياه انا على حسابي التاني. مثل ما شايفين مكتوب الاسم الحقيقي، مكتوب الكنية او الاسم العيلي اللي انت مسميه بحسابك، ومكتوب الاكاونت اي دي اللي هو رقم التسلسل تبع الاكاونت تبعك، وانت انشأت الحساب والموقع اللي انشأت منه الحساب، واخر تسجيل دخول وين كان واني وقت كان واني تاريخ كان، يعني كل شيء كل شيء بتتوقعه عن هذا الايميل بتلاقي، ومكتوب الايميل اللي انت عامل فيه هذا الملف او هذا الحساب. يعني بننزل لتحت شوي، لما نزلنا تحت شوي مثل مظاهر امامكم شايفين شو الشغلات اللي حاطيلكم اياها، حاطيلكم كل شيء صار بالحساب، انت غيرت باسورد وانت طلبت كود وانت عملت تفعيل اللي هي 2 فاكتور اللي هي قلت لكم عليها ببداية الفيديو، انك انت كل ما تفوت على الحساب تبعك بيبعثوا لك ايميل كاتبين لك كل شيء بتتوقعه عن هذا الايميل، يعني كل شيء عملته كل حركة عملتها كاتبين لك اياها بهذا PDF اللي هلا انا نزلته امامكم. ومكتوب كمان تحت انك انت حصلت على شغله اللي هي فورتنايت فري، حصلت على شغله فري على هذا الايميل، انا حصلت فيه هذا سكين يمكن تبع الكريسماس لهذا الايميل، فمشان هيك كاتبين لي انه شو هو اللي انا حصلته، شو هو انه فورتنايت فري شغله فري اخذتها اللي هو فعلا انا اخذت سكين تاريخ 17/12 وقت كان الكريسماس. مزبوطه هاي المعلومه صح جدا يعني. فهي PDF كتير شغلة حلوة، يا ريت تعملوها هلأ حاليا لما انت تفرجت على الفيديو، مشان يضل عندك نسخة للأكاونت تبعك المعلومات تبعه، اي شيء بيحصل اي شيء بيصير لا سمح الله تهكر جهازك انسرق حسابك بتقدر ترجعه بكل بساطة لما تحاكي الدعم الفني وتعطيهم كل هالمعلومات لما يطلبوها منك. فبس هذا هو كان مقطعنا اليوم، يا رب يكون عجبك واستفدت منه. اذا استفدت منه لا تنساني باشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وحط لايك للفيديو وكومنت حلو لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس، وبرعاية الله. عليكم. يا شباب. يا شباب سيبوني في البوكس، محدش عايز حتى يقفل معايا. معين بس احمي دقيقة، عندي واحد معين. دقيقة فوت 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 على جولان، انت فوت فوت ايه نوت انت هحاول بدي اخد بيج معك معي. شوف البطيخ، خد كارتو خد كارتو، تعال 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 استني طلع طلع هاي جراوند، بس طلع هاي جراوند انت، تعال معك ورا تعال. والله في كثير لو والله اخي شو بدك. اه ليك وين راح محمود؟ يلعني يا زلمه يلوق، بدي هي الباس. معك شيل؟ معي سمك. والله اللوت بحر معلي، اقسم بالله اللوت بحر. في ناس هون، طب ما كنا هون هون. ايه ما عم بحدد عندي لعندي، ليش ما عم بحدد؟ تعال تروح ترجع ترجع محل ما كنا. بدك يا في اللانش باد نهرب فيها ومنلور. بدك شو معك انت؟ شلدات وما شلدات؟ ما معي ولا شيء نوع انواع شلدات. معك مكان فاضي؟ هاي سمكه بس. ايه معي كل فاضي. 70 حلو حلو حلو. Let's go. هذا الجمال ده هلا. 25 23 شيء. في عندي واحد.
تعال بس خليك بجنبي مشان اذا حطيت لانش باد نهرب مع بعض. واحد على الشمال. انت اللي عم تبني وراي؟ انا في واحد معه هذا البزيئة. علينا عليه. لا ما علي. واحد على البيت هون. وننصح ان انتم تنزلوا تحت. ليزر. طلع هيك مثل ما انا طالب. يلا نين يا زلمه، وراي مفتوح انا.